عضو شبكة شام زكوان، بداية مرحبا بك. يعني الجيش الحر يستهدف قوات النظام ويقتل العشرات منهم، هل لك أن تضعنا في آخر التطورات؟ زكوان هل تسمعني؟ زكوان حديد، هل أنت تسمعني الآن؟ نعم أسمعك. نعم زكوان، يعني مرحبا بك. سألتك، يعني الجيش الحر يستهدف قوات النظام ويقتل العشرات منهم، هل لك أن تضعنا في آخر التطورات عندك؟ نعم، حتى الآن لا زالت المعارك مستمرة على طريق إدلب اللاذقية، وبالتحديد عند بسنقول وقرب نحلة، وبالإضافة إلى عدد من الحواجز العسكرية التابعة للجيش النظامي المتمركزة هناك، ويعتبر هذا الطريق طريق الإمداد الأول. أيضا في عاصفة الزاوية لا تزال المعارك عند معسكر الجازر أو عند مقرات الفرقة السابعة، والتي يأتيها دائما الإمداد من الساحل السوري إلى هذه المناطق غرب جبل الزاوية، ليقوم الجيش النظامي بنشرها على مناطق مختلفة من محافظة إدلب. هذا اليوم قام الجيش الحر باستهداف العديد من الحواجز والمعسكرات التابعة للجيش النظامي بصواريخ الجراد وبالهاون، وتم تحقيق إصابات مباشرة داخل هذه المعسكرات والحواجز. وبعد تحرير عدد من الحواجز، اقترب الجيش الحر أكثر من طريق إدلب اللاذقية ليقوموا نعم بقطعه، ولكن بصورة بسيطة نسبيا، إذ أنهم حتى الآن لا يستطيعون الوقوف على هذا الطريق نتيجة نعم تواجد حواجز للجيش النظامي على مرتفعات، وتستمر المعارك لتحرير هذا الطريق وقطعه بشكل كامل وعدم إيصال نعم الإمدادات إلى إدلب بشكل يعني عام. زكوان، تم الحديث منذ 3 أيام عن حصار الجيش الحر واستهدافه لحواجز الرابية والجازر، يعني ما يعني ماذا بعد؟ يعني هل تم تحرير هذه الحواجز؟ بالنسبة لهذه الحواجز الرابية والجازر، نتحدث هنا عن مقر الفرقة السابعة في محافظة إدلب، هو كبير نسبيا بالإضافة إلى أنه يتموضع على تلة مرتفعة. هذا الأمر من الصعوبة بمكان أن يتم تحريره، نعم ولكن يتم استهدافه فقط حاليا لقطع الإمداد عنه من الطريق الآخر، وهو طريق إدلب اللاذقية من أريحة إلى اللاذقية. ومن ثم بعد أن يقوم عناصر الجيش الحر بعزله، نتحدث الآن في محافظة إدلب عن وجود 4 معسكرات كبيرة، أبرزها وادي الضيف والحامدية ومعسكر الخزانات في خان شيخون، بالإضافة إلى معسكرات محنبل نعم ومعسكر الرامي الفرقة السابعة. نعم هذه المعسكرات اليوم الجيش الحر غدا يعمل باستراتيجية، وخاصة بعد أن تقدمت قوات الجيش النظامي لحفظ طريق الإمداد الأول من خان شيخون إلى معرة النعمان وحيث وادي الضيف والحامدية، والطريق الثاني والذي هو اللاذقية وأريحة، نعم والثالث طرطوس وجسر الشغور. هذه الطرق بعد أن حاول الجيش النظامي نعم السيطرة عليها، يقوم عناصر الجيش الحر الآن بقطعها، إذ أنها الشريان الأساسي، وفي حال تم السيطرة عليها من قبل الجيش الحر يغدو موقف المعسكرات البقية في محافظة إدلب ضعيفا نسبيا، نعم بالنسبة ويغدو أيضا السيطرة عليها. زكوان، بالنسبة إلى الأوضاع الإنسانية في المنطقة الساخنة بإدلب، ماذا تخبرنا عنها؟ نبدأها من المواد التموينية التي يعاني الأهالي اليوم، وفي ظل هبوط سعر الليرة السورية بشكل كبير يعانون نقص في المواد التموينية، صعوبة في تأمينها. الأسعار الآن بدأت التعاملات بعملة الدولار في سوريا، هذا الأمر شكل عبئا كبيرا جدا على الأهالي الذين فقدوا أعمالهم ووظائفهم منذ ما يقارب العام والنصف، والآن يفعلون ويصرفون مما كانوا يدخروه، وهنا زاد الأمر سوءا أكثر فأكثر. وأيضا نعم المواد التموينية قليلة في توفرها في محافظة إدلب نعم نتيجة العزل التي هي نعم فيه زكوان، والحصار والدمار لكثير من المخزونات. نعم زكوان حديد، عضو شبكة شام، كنت معنا من إدلب، شكرا جزيلا لك.